لأوروبا للحديث عن أبرز الأحداث في القارة الأوروبية. ينضم إلينا في الاستوديو زميل ليث مزاري مراسل صباح العربية. كل عام وأنت بخير يا ليث. آخر حلقة في صباح العربية نتحدث فيها اليوم عن أحداث أوروبا بداية. تفضل. صباح الخير لكما وكل عام والبهجة والسعادة على وجوه المشاهد العربي وعلى وجهك كمان. وجهكم انت دائما الضحك دائما موجود. الأوروبا شو بدنا نحكي؟ بدنا نحكي مثلا إذا بدينا من إسبانيا والبرتغال. للأسف الحرائق وشفنا شو صار بغابات صح. إسبانيا مع العلم نحكي شوية إيجابية بعد شوي. ولكن أنه اللي بنعرفه أن إسبانيا فيها تصحر ونعرف أنه قاموا بتشجير عدة مناطق لزراعة غابات جديدة إذا صح التعبير. ولكن الذي حصل أن بعض تلك الغابات طبعا حرقت للأسف بسبب التغير المناخي وبعض الافتعالات في هذه في هذين البلدين. ولكن بتعرفوا الشجرة حتى تنمو بدها 12 سنة و12 سنة سنين كثيرة يعني أيام كثيرة. ولكن مع التغير المناخي والتصحر اللي حكينا عنه قبل شوي راح يكون هذا المظهر صعب شوي إنه ترجع الغابات الإسبانية كما كانت وحتى تساعد على قلة التصحر الذي بدأ من ساراغوسا في هذه المنطقة شمال إسبانيا ويمتد حتى فرنسا. فلذلك طبعا هاي الأحداث كانت أبرز ما حدث في إسبانيا. وإذا حكينا عن فرنسا، فرنسا طبعا شهدت عدة مظاهرات لحد مؤخرا ولكن تبقى باريس باريس قد ما يصير. رجعت الحياة ما بعد كورونا إلى وضعها الطبيعي. صار في سالون دو شوكولا، بنتذكر كيف حكينا عن الشوكولا في فرنسا، كيف إنه عادت الحياة إلى الشانزليزي، عاد قوس النظر قوس النصر يضيء أنواره بألوان مختلفة دائما حسب الحدث، تماما كما يحدث في برج خليفة عندما يكون في حدث معين يضيء هذا البرج هذا القوس أنواره. وشاهدنا كيف باريس رجعت حتى صيفا ضفاف نهر السين تكثرها المشاة والباربيكيو والبيكنيك والأجواء الحلوة. وطبعا دائما الإيجابية الحلو بالفرنسيين يا جماعة، مش لأني عايش في باريس، دائما ينظروا إلى الجزء الإيجابي من الموضوع مع العلم أنه صارت أحداث كثيرة طبعا مثل ما حكينا قبل شوي. وإذا حكينا اقتصاديا طبعا الأزمة الاقتصادية أكيد أثرت، بس أنا بدي أخذها من الشيء الإيجابي أنه صاروا الناس يلتموا مع بعض أكثر في بيت بدل ما يعمل كل واحد مثلا الكريسماس. طيب. إحنا حديثنا مطول معاك اليوم نكمل برا الهواء بعد. لا رح نكمل على الهواء وبرا الهواء كمان، بس خلينا كمان نستذكر أبرز أحداث الرياضة في عام 2022 بعدين بنرجع لك. نعم بدنا نتذكر المونديال كأس العالم الذي ربحه العرب يعني برأيي إنه طب نشوف ليث مع بعض ونرجع لك. يلا بنشوف الفيلر ونرجع. تفضل. سهلة بعديل في مفاجأة في حدث ثاني ليس عيد دائما ميلادك. في أحدث عيد ميلادك يعني لا. بعيدا عن المونديال وبعيدا عن الأحداث يا الله منكم عن جد بتخجلونا ليس يعني بيرتي. كل عام أنت بخير عديل ألف شكر شكرا لكم يعني مفاجأة عن جد مفاجأة. بس بتعرفون قد بحب الشوكولات رجاء كل واحد قطعة صغيرة أخليها علي أنا بكملها كلها مو مشكلة. لا رجاء كل واحد يأخذ قطعة صغيرة. طيب ثانكيو ثانكيو فريق الإعداد أشواق والمفاجأة وعديل وكلكم ما شاء الله يعني مفاجأة حلوة ما توقعتها أبدا بصراحة. سنينا كلها سعادة. امبارح كان عيد ميلاد ولا ليس؟ أي طيب ليس غطيت المونديال حدثنا أكثر عن أبرز أحداث الرياضية. بقدر أبكي على الهواء على المفاجأة ولا لا 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 ما بدناش بكى بدنا فرح. لا طبعا بدنا فرح أكيد. المونديال أنا برأيي اللي صار بالمونديال ما بنعاد يعني الفوز العربي ما كان سهل
خصوصا مع الأزمات اللي بنشوفها بالعالم العربي. شفنا كيف المجتمع العربي، أذكر تماما هذا الشخص السوداني لما إجا جنبي وصار يبكي على الهواء لما ربح الفريق المنتخب المغربي بقيادة الرقراقي أحد المباريات. أذكر تماما الشاب الأردني لما إجا جنبي قال لي بلاد العرب أوطاني، كنت أسلم الهواء لراوية بالنشرة ما لقيته غير على الهدوء، أنا بسلم الهواء بلاد العرب أوطاني من الشام لبغدادي ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطواني. كان كتير حلو، وهذا الأجواء طبعا أنا حكيت لكم ياها برا الهواء. أكتر واحد تبوس ورفعولي أكتر من ميسي هو أنا، بحس حالي ربحت كأس العالم بكتر مشجعين كانوا مندمجين ومبسوطين على على فوز العرب في 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 كأس العالم في مونديال قطر. والتنظيم بقطر على فكرة كان مميز، يعني شيء عن جد يرفع الراس. طيب ليث، أنا بس بتمنى لك كل الخير وإن شاء الله تكون سنة أفضل وأفضل يعني، بس في كلمة بتحب توجهها بخصوص 2022، كيف مرت عليك على صعيد شخصي؟ على صعيد شخصي كان كتير تحديات ومغامرات خصوصا بالتغطيات، طلعت موزونة، بس إنه عن جد كان شيء حلو إنه الواحد هيك يشوف كيف يتعرف على ثقافات من باب آخر ليس سياحيا. للأسف قد تكون مرات أزمات مثل ما شفنا بأوكرانيا وبتايوان وبلاد تانية، بس أتمنى للجميع أن تكون هذا أن يكون هذا العام العام الجديد مليء بالبهجة والسعادة. ودائما بقول الواحد هو اللي بيخلق السعادة، إذا ابتسمت للمراي تأكد إنه بيكون الابتسامة طوال العام. شكرا، شكرا جزيلا لك. شكرا يا ليث، سعادة قرار.